السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ختاما لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنه، باب قول الله تعالى: وشاورهم في الامر، وان المشاوره قبل العزم والتبيين او التبين، لقوله عز وجل: فاذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقابل والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا له: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته فأضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها أرضاه، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباح ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوهم إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قتال مانع من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة، وأراد تبديل الدين وأحكامه، وقال: من بدل دينه فاقتلوه. وكان قراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله جل في علا. يا له من أمر عظيم. عامة قول الله تعالى: وشاور في الأمر، فيه دلالة على وجوب المشاورة، في دلالة على وجوب المشاورة، وهذه المسألة فيها فوائد كثيرة جدا سنأتي بها. لكن إن قلنا بوجوب المشاورة، من يشاور؟ قال الأمناء من أهل العلم، فبذلك تواصى العلماء والحكماء. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله، فإذا أشار أحد برأيه سأله من أين قاله، فإن اختلفوا أخذ بأشباههم قولا بالكتاب والسنة. عليكم السلام وبركاته. بالكتاب والسنة، حيا الله البخاري، بالكتاب والسنة، ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها. ومشاورته عليا وأسامة لقربهما، فهو كان يشير أهل العلم. أقول إخوتي الكرام، مسألة المشاورة مسألة على الوجوب، لأن الله أمر بها، قال: وشاورهم في الأمر. وقال لمن؟ قال لأعظم الناس قدرا ولأرفع الناس منزلة، بل وللذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك أمره الله بالمشاورة وقال: وشاورهم في الأمر. عليكم السلام وبركاته. وقال: وشاورهم في الأمر، مع أنه يأتيه الوحي، لكن هذا أيضا يدلك دلالة واضحة جدا. شوف، هذا أيضا تدل على المذهبية الضالة الخائبة في تصنيفها. قال: وشاورهم في الأمر حتى بعد ما ينزل الوحي. في ذلك دلالة على فتح باب الاجتهاد، وأن المجتهد هو النافع للأمة. أما المقلد الببغاء، هذا لا يكون نافعا للأمة بحال. كيف ينفع الأمة؟ بأي شيء ينفع به الأمة؟ فقال: وشاورهم في الأمر. ولذلك قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. قال: فأذن لمن شئت منهم، يعني لا تأذن للجميع. وما يقولون: فأذن لمن شئت منهم، يعني لا تأذن للجميع. فمنهم يعني صاحب الذكاء وصاحب الفهم الدقيق، وعليك أن تأخذ بمشورته. هذا أمر ما يكون. فالمشاورة تكون على الأمناء والعلماء والنبلاء والحكماء الذين من الله عليهم بالانفراد بالذكاء وحسن الرشد وحسن الأمر. عليكم السلام وبركاته، وحسن الله عليكم. ولذلك قال الله تعالى: قال وشاورهم في الأمر، مع أنه يأتي الوحي.
وهذا كما قلت أيضا بيانا رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا، الحمد لله شكرا، هذا بيانا لما ما 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 هذا بيانا لما كان من الاجتهاد في الأمة في هذا الباب. الحمد لله رضي الله عنك أستاذ أحمد النبيل، جزاك الله خيرا حبيبي، حفظكم ربي جميعا. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أمر عظيم، وأمر المشاورة، وأيضا أمر اصطفاء الذين يكونون من أهل الشورى ويكونوا من أهل الخير، لأن منهم الذكي التقي النقي الذي يستطيع أن يستبصر الأمور ويتفرس فيها ويتعامل يعني بالفراسة. لكن أقول لكم شيء لازم تفهمونه جيدا، لما قلنا العلماء والحكماء والنبلاء، لأنه قد يتفرس، نعم يتفرس ويستخدم بفراسته ما يصل إليه، لكن علمه يغلب، لأن الفراسة لا تنفع مع النص، ولأن التفرس لا ينفع مع النص، ولأن الاجتهاد لا ينفع مع النص. ولذلك قلنا لابد أن يكون عالما تقيا نقيا، عالما يعلم مواطن الأمور بالفضل وبغيره، عالما أيضا بالنصوص، لأن أبا بكر رضي الله عنه ترك وطرح كل مناقشات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تبين له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال كلاما عجيبا، قال والذي نفسي بيده، الله يرضى عنك يا سيدتي، الله عنك يا ثريا، قال لو جرت لو جرت لو جرت أو وجرت لو جرت لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. لما عنده نص؟ عنده نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنفذن جيش أسامة، انتهى، أي مشورة بعد ذلك لا تسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد، كلمه عمر بن الخطاب وكلمه الأنصار على أن ينحي زيد بن أسامة بن زيد، فلم يعبأ بقول أحد منهم، لأن النبي هو الذي نصبه، إذا انتهى الأمر عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نصبه. فالمشاورة بعد النص، ولذلك علماؤنا يقولون إذا عزم، ولذلك البخاري هنا قال المشاورة قبل العزم والتبين، فإذا عزم انتهى الأمر، ما في مشاورة، إذا عزم فما في مشاورة، إذا عزم يقول قد قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك شاورهم، نجلس في 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 المدينة، يدخلون علينا نحوط بهم، فقالوا أو نجلس ننتظرهم وهنا نساؤنا أطفالنا، لا والله نخرج إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس اللأم ليخرج، قالوا حملنا رسول الله على شيء لا يحبه، نبقى يا رسول الله، قال لا، ما كان لرسول أن يلبس اللأمة ثم يعود، خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله. المسألة على هذا الباب، نعم، بعد النص يا أم صالح، المشاورة تكون قبل النص، أي نعم، المشاورة تكون قبل النص، إن وجد النص فلا مشاورة. لذلك قلنا لابد أن الذي يقود الناس أن يكون عالما ذا فراسة، يكون عالما ذا فراسة، عالما بالنصوص، المشاورة تكون قبله، لكن بعد العزم، بعد التبين، بعد النص لا مشاورة، لا مشاورة. وضرب الأمثلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في أسارى بدر، شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى هو وأبو بكر، شاورهم في أسارى بدر، شاورهم في لما أحاط المشركون المدينة من جميع الجوانب وأحكموا القبضة عليهم، شاورهم فقال كنا إن حدث بنا ذلك تخندقنا. وأيضا شاورهم لما سمع من أهل الإفك ما سمع، فشاور علي بن أبي طالب قال النساء غيرها كثيرات، شاور أسامة قال أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير، وشاور أيضا الصغير الجارية قالت أهلك والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خير، وشاور أيضا زينب قالت أحمي سمعي وبصري، أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. كلام عجيب، الله له حكم وشؤون سبحانه جل في علاه. لذلك أهل الشورى هم أهل الأمناء والحكمة والنبلاء في ذلك، لكن كما قلت إذا 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 علمت أن المرأة قد علم النبلاء فلابد أن يحفظ بهم، لابد أن يحفظ بهم وأن يحفظهم وأن يكون معهم خير ما يكون، لأن هؤلاء هم العدة والنصرة تكون بهم.
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وبالمؤمنين. لذلك لا بد للإنسان أن يعلم خطوات الشرع فيعمل بها. وكان قراء عمر هم النجباء وأهل الشورى عنده، لا يعتني بسن وإن كان للسن مقدار، لكن لا يعتني به، الصغير والكبير عنده سواء، من نصح بالسنة أخذ كلامه كما كان يفعل مع ابن عباس. هذا الباب فضل هذا اللي فعله وختام كتاب الاعتصام بالسنة، ولله الحمد والمنة. إن الله ينهينا من كتاب إلى كتاب، وأسأل الله في عليائي أن تكون المسيرة على الأصل في ذلك، وأن يكون الأمر على الإخلاص، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ندخل على حديث إن شاء الله في الغد، لو في أسئلة الآن تفضلوا. ما زلنا مع الإبانة لابن بطة، وهو يعني يأتي بكل الأدلة أو بكلية الأدلة التي تبين بدعية أهل الإرجاء، وأن الإيمان عند الله جل في علاه لا يكون إيمانا إلا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.